أسعد الله صباحكم، صباح الأرزاق المقسومة. إذا كنت تشيل هم رزقك راح تتعب، لأن الله عز وجل قسم الأرزاق بطريقة يعجز العقل البشري أن يتتبعها. ممكن يكون لك رزق في مكان ما كنت تتصوره، وتروح للمكان هذا رغم عنك وتاخذ رزقتك فيه، أو ممكن الرزق يوصلك بطريقة أنت ما كنت تتصورها. فالأرزاق مقسومة وموزعة بطريقة يتعب العقل البشري إذا يبي يتتبعها. المطلوب أنك تسعى برزقك، هذا المطلوب منك. أما تقسيم الأرزاق فهو في السماء، الله يرزقنا وإياكم المال الحلال الخالص ويبارك لنا فيه. وصباح الأرزاق.